السادس نصره الله. لا يخفى عليكم حضرات السيدات والسادة أن المنجزات والمكتسبات التي تحققت بفضل المبادرة الملكية السامية ساهمت في تعزيز البنيات التحتية الكبرى والمشاريع المهيكلة، مما أبرز جهة الشرق كقطب تنموي بامتياز أصبح يفرض تنافسيته على مستويات متعددة، ومكن من إطلاق المشاريع الكبرى التي أنجزت أو في طور الإنجاز، وعلى رأسها ميناء الناظور غرب المتوسط الذي يشكل قاطرة للتنمية الاقتصادية جهوياً ووطنياً. في سياق هذه الدينامية الشاملة، انخرط مجلس جهة الشرق في مسلسل التنمية المندمجة والمستدامة، حيث تجسد هذا الانخراط على أرض الواقع بفضل عدد من المشاريع التي تم إدراجها في برنامجي التنمية الجهوية سواء في نسخته الأولى أو الحالية، وكذا ضمن المحاور الاستراتيجية للتصميم الجهوي لإعداد التراب. يتمثل دور جهة الشرق كما تعلمون في بلورة وتنفيذ استراتيجية طموحة للترويج للجهة وتوفير المناخ القادر على جلب الاستثمارات والمساهمة في بناء مشروع اقتصادي متكامل. وفي هذا الإطار تم تنزيل عدة برامج لدعم الاستثمار بلغت كلفة إنجازها حوالي 2,500,000,000 درهم، ساهمت فيها الجهة بمبلغ 520,000,000 درهم، مكنت من إحداث ما يناهز 28,600 منصب شغل مباشر وغير مباشر. ووعي من مجلس جهة الشرق بضرورة تحقيق العدالة المجالية في توزيع المشاريع على عمالة وأقاليم الجهة خصوصا على مستوى العالم القروي، ركز برنامج التنمية الجهوية على العديد من القطاعات الأساسية من بينها التعليم، الصحة، الماء، البحث العلمي، التمويل المهني، والمساهمة في تأهيل الجامعات، مراكز الجامعات والمدن، فضلا عن التجهيزات الاجتماعية. وفيما يتعلق ببرنامج فك العزلة عن الدواوير بالجهة باستعمال آلية المرأب الجهوي، فقد بلغت الحصيلة إلى أكثر من 5,000 كيلومتر من المسالك القروية. ومن أجل تسريع وتيرة تنمية العالم القروي تم تنفيذ العديد من المشاريع التنموية بغلاف ما يفوق 8 ملايير درهم، ساهمت فيها الجهة بمبلغ 3,480,000,000 درهم. أما بخصوص برنامج التنمية الجهوية الحالي، فقد عمل المجلس بشكل تشاركي على إدراج جيل جديد من المشاريع ضمن محاور استراتيجية للبرنامج 2022-2027، حيث نراهن على تحقيق حصيلة إيجابية من شأن